بنرحب بالفنان عمرو عبد الجليل معانا في بوابه اخبار اليوم. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. بنبارك لك النهارده على فيلم سعيد كلاكيت، وعايزينك بقى تكلمني عن الفيلم. هو الفيلم شخصيه سعيد كلاكيت شخصيه بسيطه ما حدش هيتعرض لها. بتحضر ايه جديد؟ بحضر حاجه للسينما ان شاء الله، بس مش هينفع اتكلم عنها دلوقتي. طيب مش نورتنا ومسيل الجيل. شكرك يا فندم. شكرا. بنرحب الفنان احمد وفيق معانا في بوابه اخبار اليوم. اهلا بيك واهلا باخبار اليوم. انت النهارده بقى جاي تبارك لعمر عبد الجليل وفنانه علا غانم على سعيد كلاكيت. انا جاي ابارك لعمر عبد الجليل صديق عمري ويعتبر من اهم الفنانين اللي اشتغلنا مع بعض، ولعلا غانم وكذلك الوجه الجديد ساره احمد، ومحمد صلاح كوجه جديد بيتقدم في السينما. يعني بتربطك بعمرو عبد الجليل علاقة قوية جدا كأصدقاء، وكمان اشتركت في أكتر من عمل اتكلمنا عنه. عمرو عبد الجليل من الفنانين اللي أقل ما يوصف إنه فنان محترم. عنده مبدأ على فكرة، وما بيغير، يعني من الناس اللي ما يقدرش يقدم فن مجاني، بمعنى إنه فنه يعني حاجة للهوى وخلاص كده. لا، دايما يحب عنده يبقى فيه قيمة قدمها، حتى لو يطلع بجملة واحدة في الفيلم عايز يقول من وراها حاجه. عمرو عبد الجليل هو انسان بسيط، فتلاقيه كفنان بسيط اللي هو جوهر الفنان. يعني معانا بوابه اخبار اليوم. اهلا وسهلا بيك. شكرا ليك. مبارك لك على فيلم سعيد كلاكيت، وعايزينك بقى تكلمني عن الفيلم. رأي فيلم سعيد كلاكيت فيلم اجتماعي بيناقش قضيه مواطن غلبان بيشتغل في مهنه محدش بيفكر بيها اصلا، اللي هي كلاكيت. فمندخل في حياته، في تفاصيل حياته، فمنكتشف قد ايه هو غلبان وقد ايه عنده مشاكل، وفوق ده قد ايه عنده مرض. يعني كمان بيدخله في حكاياته وقصص وبتاع، وبيحصل فيه جريمه كبيره في الفيلم. فانا دوري ضابط المباحث، اللي انا عامل نموذج جديد لضباط المباحث، اللي هو مش ضربه وشخطه، نو لا، في عنده حته انسانيه مهمه جدا، في عنده جانب من الذكاء خارق، اللي هو يقدر يصدق حد مريض وما يصدقش المسؤول بتاعه. حب الفنان محمد صلاح معانا في بوابه اخبار اليوم. اهلا بيكم منورينا، وعايز اقول لكم يعني احلى بوابه في الدنيا. كلمني بقى عن دورك في فيلم سعيد كلاكيت. انا بعمل يوسف، المخرج بتاع الفيلم اللي بيتصور جوه الفيلم. هو بلوف كده يعني، صعب ان انا احرق، معلش مش هينفع احرقه. ده ببساطه هو دور تركيبه شويه نفسيه مختلفه عن الفيلم كله. انا هو الوحيد اللي بيضحكش في الفيلم دوت، انما تركيبه مختلفه. يا رب اكون عامله كويس. يا رب. انت بقى ازاي جت مشاركتك في الفيلم مع المخرج؟ دكتور بيتر رشحني للفيلم، هو الاستاذ عمرو عبد الجليل، والحمد لله يعني بعد ما عملت الكاستنج كده وافقوا عليا ودعموني جدا. الدور مهم قوي في الفيلم، ودعموني ووقفوا جنبي والحمد لله وعملت الدور. بس العمل بقى كانت عامله ازاي مع عمرو عبد الجليل وعلا غانم؟ عمرو ده اخويا وصاحبي جدا وقدوه ومثل اعلى، وقف جنبنا جدا. وعايز اقول لك ان هو وعلا الاستاذ احمد فؤاد سليم دعمونا جدا، وقفوا جنبنا وادونا كم ملحوظات كبير الحمد لله يعني. ويا رب احنا بس نكون عند حسن ظنهم يا رب. حضر ايه جديد يا محمد؟ والله في فيلم تاني باذن رب العالمين، وفي مسلسل باذن الله، بس انا لسه بقراه ولسه ما مضيتش، فمش كده مش هينفع يعني. يا رب ادعي لي توفيق ومزيد من الاعمال ناجحه ان شاء الله باذن الله. الله يخليكي، وميرسي قوي، وشك حلو علينا ان شاء الله. ده
كابتن محمد لطفي معنا بقى اخبار. الله يخليك يا مي، اهلا وسهلا واهلا باخبار اليوم في عرض فيلم سعيد كلاكيت لصديقي عمرو عبد الجليل وجاي باركله، وان شاء الله بالنجاح دايما. عمرو من الممثلين القوي جدا والكوميديانات اللي يعني اللي هيبقوا من يعني عارفة مصطلحات كتير عشان احنا اصحاب، مش عايز اقعد اقول كلام كتير، بس يعني اللي في القلب حلو قوي. وعمرو شخص جميل وانا بحب كل اعماله الحقيقة. هنشوفكم عمل اجمعكم مع بعض، يا ريت يا رب. بنرحب بالشيخ انور عالم الدين معانا بوابه اخبار اليوم منتج سعيد كلاكيت. اهلا وسهلا فيكم، شكرا. اتكلمنا بقى عن التجربه دي، اول مره تنتج هنا في مصر؟ اول انتاج لنا بمصر، ونحن سعيدين جدا انه اشتغلنا بالانتاج بمصر ومع الشعب المصري ومع الكاست اللي كان معنا، اللي كان كتير شيك ومرتب، والشغل معه كان شيق وراقي جدا. شايف الانتاج في مصر في الفتره دي عامل ازاي في ظل الظروف اللي بتمر بيها البلد؟ ده احسن وقت واحد ينتج فيه والوقت ده، لما الناس الباقيين مش عم تنتج، فادخلي بقى وانتجي. مظبوط، لان يعني بتشوفي السوق راكد باي بزنس بالعالم، بتشوفي السوق راكد تدخلي على السوق بقى، ما تنتظريش. انت راضي على عرض وقت عرض الفيلم؟ راضي عنه؟ العطل اللي احنا فيها هيدي فتره جيده مش الناس تقدر تطلع وتشوف وضع السياسي بالبلد، نعتبر مقارنه ان احنا باللي بنشوفه بلبنان او بقيه العالم العربي وضع جيد جدا. مصر عم تمر بأزمة كتير بسيطة كتير صغيرة، الشعب المصري رح يتخطاها، القياديين بمصر لأن ناس عظام جدا حيتخطوها بسهولة، غيمة بسيطة ونعتبرها عدت حتى، فما في أي خوف ما في أي قلق. الشعب المصري شعب عظيم ما بينخاف عليه أبدا أبدا أبدا.